كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك لاعب ماينكرافت ومؤسس قناة. اختفى مؤسس القناة ولم يعرف أين ذهب، ولكن حصل شيء غريب. وإن كنتم تريدون معرفة هذه القصة لتعرفوا ماذا حدث لمؤسس القناة ولاعب الماينكرافت، إن شاء الله. يلا خلنا نروح على الكرافت تيبل، أو خلنا نشوفه. اوكي شباب وبنات، راح ننتظرين شوي. خلنا انام عسري، راح اسلي. يلا تصبحون على خير. اوكي هسه راح اخذ عصفور ما في احسن من عندك، نشوف الطبخ. اوكي شباب وبنات، ليش ما نطبخ كله؟ العاري عاري. اوكي هسه راح اسوي لي بوت. اي راح اسوي لي بوت. اوكي راح البسه. أوه واو يا شباب، ليش كده حلو. اوكي مستوى كل الايرون. اوكي يا شباب، طبعا هاي عندي 5 حبات بس عندي بالصندوق مجمعهم. اوكي تيني اسوي خوذة وبنطرون، بس راح اسوي لي بنطرون. ايه اصير فور ارمر ايرون. واو اخيرا قصتي بس الخوذة. يا شباب بنات، طبعا هسه راح اعدل بيتي. طبعا والله اني ما عندي دايموند، اذا كنت دورت على الدايموند ما لقيتها. اوكي طبعا هسه راح ابني بيتي. اوكي شباب وبنات، راح ابني كله. اوكي شباب وبنات، طبعا حطيته هنا. اوكي طبعا شباب، اذا وصلت 300 مشترك راح اجاوب على اسئلتكم. بنوصل 500 ان شاء الله. وهذا من جاي يحكي؟ انا مؤسسة القناة، شو تريد مني؟ ارجوك لا تأذيني. اقول للمتابعين مو لك. اوكي احكي اللي تريده. طبعا يا متابعين، هذا اعلان لل 500 مشترك. بال 500 مشترك اكثر واحد يجي علي لايكات راح ازوده 4 مشتركين، نفس ما سمعتوا 4 مشتركين. اوكي يا شباب بنات، طبعا ما عليكم من هذا الديتو وحكه. مؤسس القناة عانينا منه. اوكي شباب وبنات، طبعا هسه راح انام احسن. يلا تصبحون على خير. نم 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 نم. ان كنتم تحسبون هذه نهاية القصة.